صياد وغطستها في المية طحان فرها في بطن، عملت 3 عمليات، شلت الطحان وفد ورب دول مري. قبل دكتور من أمريكا كمان يعالجنا 3 عمليات خشبي؟ لا نجع الحمد لله. الحمد لله مدين جوينة. ايه مطالبك؟ ببر معي ان شاء الله. بتاع بتاعك ما بشتغلش. انت بتحب تطلب ايه حاجة؟ ما في مساعدة. لا عايز نوع مساعدة من حاجة ايه، مادية ولا طبية؟ لا مساعدة مادية معلش، يعني احنا في شهر مفترج مساعدة مادية بس. وبطنا ايه يعني ما عايزين تصورها معلش. انت ما بتشتغلش يا حاج خالص؟ معلش حاج ممكن نشوف بطنك لو مش هتعرف؟ تمام. من المية. فتست بالمية، شلت الطحان وفات وربي دول مرين. الطحان فرق والطحان بص ولي التلات مفروض كان ركبوا لي شبكة، أمر ما مفروض كان ركبوا لي شبكة بس أنا طبعا يلا ماشي حالك على كمش. معلش سيد سيد على قد حالي مفروض. معلش حاجة ايه جابوا ايه مفروض كان ايه اللي يحصل وحصل ايه؟ حاجة بغطس بمسك سمك بيدي، فتست بالمية طلعت الطحان فرق في بطني، خدت 32 جزء من المستشفى الميل. قول الحكومة يا حاج. نعم. قول الحكومة ايه؟ قول الحكومة انا عايز مساعدة. ربنا يبارك لهم. ساعدوني طلعوا لي شهرين. حتى لو 100 جنيه في الشهر البيت. بصرف مني انا وعيالي. ايمن حماد مؤسسة مصر خير. احنا النهاردة موجودين في ابيس في اسكندرية، بنعمل مشروع افطار قرية. طبعا هي مصر خير بتعمل مشروعين في الخيام الرمضانية بالاضافة الى افطار قرية. احنا في افطار قرية بنستهدف حوالي 4000
من المستفيدين، بنوزع عليهم الوجبات دي، عبارة عن وجبات مجمدة بنبدأ نسخنها وبنبدأ نوزعها. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنوزعها من الصبح، وبيبقى في عدد بيبدأ يفطر معانا في الخيمة اللي احنا عاملينها هنا ان شاء الله. طبعا احنا في اكتر من جمعيه احنا بنتعاون معاها، هم مسؤولين طبعا ان هم يبداوا يوصلوا الفكره لكل الموجودين في ابيس. احنا فين ابيس فيها اكتر من 8 قرى، فبيوصلوا ال 4000 وجبه على مستوى ابيس كلها، مش على مستوى قريه واحده بس اللي احنا بنوزع فيها. احنا مختارين اكتر مكان يكون مركزي بحيث ان احنا نقدر نوصل لل 4000 شخص. ال 4000 دي زي ما قلنا ان هو في جمعيات هي المسؤوله عن التوزيع، وفي طبعا الناس اللي هي بيقدر اي حد بيقدر يجي ياخد الوجبه بتاعته، او بيقدر يقعد في الخيمه يقدر يستلم الوجبه بتاعته وياكل ان شاء الله. تمام. احنا طبعا الفكره كلها ان احنا ال 4000 وجبه بنسخنها، فاحنا قمنا بالفعل بتجهيز العربيه اللي ورانا فيها 5 افران. العربيه دي هي اللي بتبدا تسخن الموضوع. احنا خدنا بس بعض الموافقات ان احنا يعني بتبقى الموافقات اكتر بالنسبه للخيم، ان احنا نقدر ناخد خيمه ونقدر ناخد خيمه بمكان كويس ومساحتها تكون كويسه تقدر تستوعب عدد الناس اللي يقدروا يشرفونا ان شاء الله. سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير. احنا هنا النهارده في قرية أبيس بنحتفل بالعزومة الكبيرة قوي مع أهل القرية اللي مصر خير عزمهم عليها، وان احنا نفطر كلنا مع بعض. وقرية أبيس يعني تحديدا هي ليها طابع خاص عندنا، لان دي القرية اللي احنا ابتدينا فيها مشاريع الغارمين، مشروع السجاد الكبير اللي احنا ابتديناه الحمد لله بمصنع وبقى 3. والحقيقة يعني غيرنا المجتمع الفقير اللي هو كان غير منتج الى مجتمع منتج ومجتمع ايجابي. وزي ما حضراتكم شايفين قد ايه الناس حابة انها تتقدم وتشتغل وتعمل ويعني يبقى في انتاج. عايزة حضرتك تكلميني بالارقام، ايه اللي بيتم النهارده؟ النهارده في حوالي 4000 وجبه بتتوزع على 4000 بني ادم، هنفطر كلنا مع بعض يعني. وبس في ايه تاني يا هوا؟ ما بيقتصرش على مواد الرحمن بس؟ لا يعني ايه مواد؟ يعني انا سامعني الاكل ده هيروح يتوزع للبيوت الناس اللي مش قادره تيجي لحد المعيده؟ لا، في ناس طبعا ما بيقدروش يجوا دوت، علشان يعني في حاجات اعراف كده في القرى فلازم نحافظ عليها، بنروح لهم لغايه عندهم. وفي نجوع بعيده ابعد من هنا بنبعت لها العربيات لغايه هناك علشان يوصلوا لهم الوجبات لغايه هناك. وده طبعا عمل مهم جدا، وعاوزه اقول لك ان ده بيخلق روح جيده جدا بين الناس وبعضيها، وبيخلق الفه وحب وموده ورحمه. وزي ما انتم شايفين الناس عاوزه تتعامل وتتعاون وتساعد، وكل واحد يقدر يقدم حاجه بيقدمها. ايه الشركات المتعاونه مع مصر الخير لتصنيع الوجبات؟ لا، السؤال ده عند الاستاذ بهاء الوسيمي الحقيقه.
الدور اللي بيقوم بيه هنا مصر خير غير الافطار الصائم هنا؟ هو القرية دي بالذات زي ما انا قلت ليها طابع خاص بالنسبة لمصر الخير، لان هنا في اكتر من كان 400 اسرة بتشتغل عندنا في المصانع، واحنا كان عندنا هنا اكتر من 172 غارم وغارمة، وابتدينا مشروع التصنيع والانتاج السجاد بالذات في قرية ابيس عشان كان في التجمع اللي هو 172 غارم وغارمة، وانتجنا السجاد الحمد لله. والحمد لله دلوقتي الانتاج موجود في الافرع بتاعتنا في وادي النيل وفي العبور، عمارات العبور بنبيع السجاد وعلى اعلى تقنيه واعلى جوده. هل القريه هنا بتحتاج اي حاجه ثانيه؟ احنا طبعا عملنا الشوارع، وحقيقه سفلتنا عدد كبير من الشوارع، اشتغلنا على الاضاءه، اشتغلنا على النظافة، بنحاول نغير سلوكيات، بنحاول نطور القرية زي ما أنا قلت قبل كده من قرية فقيرة إلى قرية منتجة، وهو ده أهم حاجة. كل ما هيبقى الناس منتجة وبتشتغل القرية دي هتتغير، وهتبقى يعني نموذج لكرة تانية كتير قوي، وهو ده هدفنا، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه، ان احنا نخلي في 1000 قرية في مصر منتجة وانتاجها معروف وبنشتغل فيه وبتصدر برا وبتباع في مصر وبتطلب. بس حاجة اللي بيتي ضربة مشكوك شوية مشكوك شوية الصوت حسنا زعمت معاها. بتحط ايه في الشنطة؟ بتحط ايه في الشنطة؟ لازم يعني نعمل لهم موائد رحمن وطعام وسلطات
المصريين وكلنا كلنا يعني الشهر ده لو ما عملناش فيه خير مش هنعمل فيه خير بقيه السنه كلها. ونتمنى ان رجال الاعمال برضه ما حدش هناك ان شاء الله ونتوكل. زمان كده القعده الحلوه والناس الطيبين مع بعض والعشره والمصريين وحلاوه المصريين ده الهدف منها، زائد يعني يبقى فيه اخوه ومحبه، كل اسره تنزل اللي عندها وكل اخ يساعد اخوه وكل اخت تساعد اختها. هو ده مصر خير، مصر خير يا فندم. ما انا مش عارف. بس فدلنا ده يعني دي الروح دي نفسنا ترجع زي زمان. وبعدين احنا لقينا ان ما بنعرفش نتجمع الا في رمضان، يعني ما بنعرفش نعمل الكلام ده لما نقعد مع بعض على مائده واحده في رمضان. نتكلم عن بعض، كل واحد بيقول للتاني بقى ايه. بس تفتكري ليه ما بقيناش نقدر نقعد مع بعض خير في رمضان؟ والله ده سؤال كلنا بنساله لنفسنا، بس يمكن لان الدنيا خدتنا في العمل وفي الشغل والامور. يمكن يا فندم احنا لو كان عندنا عمل وشغل ما كانش حالنا بقى كده. لا ان شاء الله، يعني احنا في القريه دي احنا الحقيقه حاولنا وبنحاول والحمد لله قدرنا نوصل ان احنا نخرجها من قريه فقيره غير منتجه الى قريه. مصطفى يا مصطفى تعالوا يلا معايا. عيب عيب يا مصطفى، عيب يا جماعة لو كده تعالوا هنا. قول لازم اه قول لي انا ايه
وحبيبي